اهلا بكم متابعينا الاعزاء، متابعي البوابه نيوز في كل مكان. احنا النهارده امام حاله في محافظه الفيوم بالتحديد. الطفله صفا قدره لها الله ان تخلق بدون خلايا جذعيه، وعندها مشاكل صحيه ومحتاجه زراعه نخاع شوكي. طبعا صفا اهلها يعني بيحاولوا بكل الطرق ان هم يعملوا حاجة على نفقة الدولة. طبعا ما فيش الموضوع ده بياخد وقت وبياخد إجراءات وبياخد وقت كبير علشان يلحقوا ينقذوها، لأنها مش أول حالة لأسرتها إن هي تكون في المشكلة دي. قبل كده كان عندها أختها حبيبة توفاها الله في عمر ال4 سنوات، منذ 4 سنوات توفيت بهذا المرض، لأن كان عندها مشكلة برضو في النخاع الشوكي، وولدت برضو بدون خلايا جذعية. طبعا الأم معانا هنا، احنا هنا مستضيفينها هنا في مكتب. احنا هنا الأم هتكلمنا أكتر عن رحلة الشقاء ورحلة العذاب والمأساة اللي هي فيها مع صفا، وقبلها كانت حبيبة. انا مامة الطفله صفا. صفا عندها ضمور شوكي SMA، ده مرض وراثي. احنا اكتشفنا المرض وهي كان عندها 10 شهور. تمام. في الوقت دوت كان الرئيس السيسي اعلن عن المبادره، مبادره علاج الضمور الشوكي. قدمنا في المبادره كل حاجه وعملنا التحليل الجيني وخلاص هنعمل التحليل. التحليل دوت بيتعمل قبل الحقنه. المفروض ان هي كان لها حقنه بتتاخد مره واحده في العمر، الاول كانت من يوم لحد سنتين. بعد كده نزل قرار من اللجنة العليا ان الحقنة من يوم لحد 6 شهور بس، وبعد كده من 6 شهور لحد سنتين ده دواء رزبلام او سبونرازا. سبونرازا ده حقن بس بيتاخد كذا مرة، مش زي الحقنة الجينية. ده بتجيبيه من المفروض الصحة ولا بتجيبيه؟ المفروض ان هم كانوا منزلين مبادرة يكون على نفقة الدولة. تمام. فصفى من شهر 12 ده مرهق ومكلف عليكي. اكيد طبعا بسيطة. اكيد طبعا. فصفى من شهر 12 21 كان اتكتب لها، نزل قرار من اللجنه العليا للضمور بان هي لها دواء ارزدبلام. تمام. لحد دلوقتي صفى ما صرفلهاش الدواء من سنه، من 21 12 21. المشكله ان الدواء غالي وما نزلش على نفقه الدوله. ما نزلش لسه ولا لسه. بدائل حتى البدائل برضو ما نزلتش. فطبعا احنا لقينا كذا حد فتح حساب عشان يجمع تبرعات وياخدوا الحقنه، كذا حد يعني اطفال كتير. اطفال كتير بالتبرعات. كان الصفا لسه ما تمتش السنتين، فمشينا في اجراءات فتح الحساب عشان نجمع تبرعات للحقنه. نزل قرار في الوقت دوت ان الحقن اللي هيفتح حساب بعد كده للدواء، مفيش حساب هيتفتح للحقنه. فبالفعل فتحنا حساب للحقنه. الكلام ده من شهر 5 22 سنه 22، ما اتفتحش الا في 12 اللي فات دوت. الحقنه بقى قولي لي بتتكلف عليكي مثلا، هي بتاخد حاجه معينه يوميا؟ ازاي بتاخد حقن مثلا يوميا؟ لا لا، اللي بتاخده مقويات، مش هيفيد يعني. برنامج علاجي يعني بمعنى اصح. مقويات علاج طبيعي. طيب الحقنه اللي بتقصدي ان هي ممكن تتاخد كل فتره دي، مش عارفه هي يعني. هي حقنه واحده تتاخد مره واحده في العمر. واحده في العمر. الحقنه دي مثلا قولي لي مكلفه يعني حوالي قد ايه؟ المفروض ان هي كانت 40 مليون جنيه. ده الكلام ده من فتره اكيد. دلوقتي علشان صفا تقدر تقف على رجلها. ايوه، هي بتتاخد مره واحده في العمر لحد سنتين بس. فطبعا الحقنه مكلفه، فاحنا فتحنا حساب وخلاص اتفتح حساب للدواء. صفا محتاجه دلوقتي سنويا 1,300,000 جنيه. عايزه الحقنه لا الدواء. خلاص بقى الحقنه خلاص ما ينفعش لها، لان هي عدت السنتين خلاص. عدت السنتين خلاص. خلاص هي بقى دلوقتي لها دواء ريزدبلام. المفروض ان هي تاخده مدى الحياه. محتاجة سنويا 1,300,000 جنيه، يعني كل 17 يوم عايزة ازازة كل 17 ب55,000 جنيه. ماما وكل ما الطفل وزن، طبعا انتوا اسرة بسيطة مهما يكون مش هنقدر على كده. هي اصلا الحياة العادية بتاعتها مكلفة، يعني عايزة اكل خاص وعلاج خاص وعايزة علاج طبيعي. الحياة الحياة العادية بتاعتها اللي هي بتستخدم لها ايه؟ بتاكليها ايه؟ المفروض ان هي ما بتاكلش اي حاجة، لازم يعني لها الحاجات الطرية المغذية. تروح علاج طبيعي، عايزه رعايه 24 ساعه، حد كده جنبيها. وكان من قبل اختها بتقولي اني عشتي معاها الماساه دي. ايوه طبعا. ايوه طبعا. يعني كانت بتقولي اصعب من اصعب من حاله صفا. اصعب من حاله صفا. صفا كده من شهر 11
ما طلعتش بره، وقفت علاج طبيعي عشان طبعا اي شويه طبعا بيجي لها التهاب رئوي، ما بتطلعش بره خالص عشان بتتعب. يعني محتاجه عنايه خاصه ومحتاجه علاج خاص واكل خاص. ايوه يعني اسره مهما تكون يعني حالتها الماديه ايه، مش هتسد على كده، مش هتكفي اصلا. ده كمان المشكله ان هنا في الفيوم الدكاتره كتير ما يعرفوش عن المرض دوت، لما بتيجي مثلا لا قدر الله تتعب وتحتاج تتحجز في عنايه محدش بيعرف يتعامل معاها. يعني انت بتقولي ان هنا في الفيوم ودتيها مثلا فين؟ انا مطبعه في مصر. لا هنا في الفيوم علشان لا، هي الحمد لله لحد دلوقتي ما حصلش حاجه معاها. انا بتكلم على ايام حبيبه ما كانش في حد بيعرف يتعامل معاها. مع مقاساتك مع حبيبه طبعا ما لقيتيش؟ ما كنتش عارفه، ما فيش حد متخصص في ده يعرف عن المرض دوت. يعني المفروض اصلا دلوقتي صفا ما بتتقلبش لوحديها، ما بتعرفش مثلا تكرش او كده، فالمفروض ان هي لما تتجز في عينيا انا اكون معها. لان ولا ليها مثلا التضامن الاجتماعي عمل لها حاجه مثلا قبض معين؟ قبض بسيط 400 جنيه مش هتعمل حاجه اساسا. مش هتعمل اي شيء خالص مهما يكون يعني. طيب انت احكي لي برضو حكايه حبيبه، عملتي معاها ايه برضو حبيبه؟ انا اكتشفت مرضها طبعا كنا لسه ما نعرفش اي حاجه، كشفنا عليها كتير هنا في الفيوم لحد ما سافرنا مصر. هو قالوا انه ده مرض وراثي. تمام. قولي لي بقى، انا لما سالتك قلت لي ان لا احنا مش قرايب، وقلت لي ان احنا عندنا نفس الجينات. جينات. احكي لي على موضوع الجين الوراثي. هي دي جينات طفره جينيه. المفروض ان في يعني في هي طفره جينيه ممكن الطفل يجي سليم. انتوا ما عرفتوش مثلا ده وانتوا مثلا بتعملوا اجراءات الزواج وكده بيبقى ما عملناش التحليل، لان التحليل دوت لا ما عملناش التحليل لان التحليل ده بيطول، بيسافر المانيا فما ما عملناهوش يعني. فده بيعمل مشكله. طب انتوا طبعا ما خدتوش طب مثلا احتياطاتكم ليه عند موضوع لما حصل مع حبيبه؟ كنت خدتي فيه حقن وحاجات معينه ممكن بتاخديها علشان يمنع اي تصلب او اي مشاكل صحيه او جينات وراثيه مثلا تتنقل بالسلب على اطفال؟ هو للاسف ما فيش علاج. العلاج الوحيد ان الام وهي حامل لا ما فيش المرض ده، ما فيش. الحل ان الام وهي حامل قبل ما تتم الاربع شهور بياخدوا سائل من حوالين الجنين ويحللوه يشوفوا الطفل حامل المرض ولا لا. لو حامل وعايزه تنزليه تنزليه بس قبل الرابع. تمام. فاحنا بس دي مشكله وحاجه صعبه طبعا، يعني اللي هو قتل روح بلا ذنب يعني برضو. يعني مش هو الحاله دي اللي انا اعرفه، لما تكون عندك انت مشكله صحيه تاثر عليك وفي خطوره على الام ممكن بينزل، انما ده طالما ربنا خلقه كده فمش هتقدر. يعني ده اعتقد ان في قصه كده. احنا في صفا سالنا في دار الافتاء وانا حامل في صفا، ما حدش اداني عقد نفع يعني كل اللي حتى دار الافتاء برضو ما اعتقدكمش. بس بعد كده نزل قرار، نزل افتاء ان هو اللي يجيب اللي بقى حامل في طفل مصاب ينزل. طيب انت برضو هنكرر تاني، هي الحقنه او زازة الدواء اللي بتحتاجها كل كام شهر بقى؟ المفروض كله 17 يوم. بتحتاج ازازه ب 55,000 جنيه، وكل ما وزنها بيزيد كل ما جرعه بتزيد، كل ما بتحتاج يعني الازازه بدل ما تكفيها. انت حريصه على موضوع لا الوزن لا هي كده كده بتكبر فعلا. كل ما وزنها يزيد كل مثلا الازازه اللي تكفيها 17 يوم لا تكفيها 10 ايام بس. تمام. طب انت ما عندهاش اكيد لا طبعا لحد دلوقتي احنا قاعدين نتفرج عليها بس وهي حالتها بتتدهور. حصل لها انعوك في العمود الفقري والبلع ما بقاش كويس و مفيش. يعني هي زي القمر. صف انت بتقولي عايزه ايه؟ كنت بتقولي لي عايزه امشي الحضانه. عايزه تروحي فين؟ عايزه تروحي فين؟ عايزه تروحي فين؟ هات لها المايك. هتاخدي الدواء عشان ايه؟ قولي عشان اجيب لك عصير عشان تخافي وتروحي فين؟ بتقول لي هبقى عايزه اخد الدواء عشان امشي الحضانه. هديهولك، هديلك العصير، هديلك. هتمشي الحضانه؟ عايزه تمشي الحضانه؟ ان شاء الله هتمشي. طيب طبعا انت برضو بتطلبي الرئيس السيسي مثلا، لان الرئيس السيسي طبعا دلوقتي هو صاحب المبادره في القصه دي، فرسالتك طبعا هتوجهي لهنا للاجهزه مثلا التنفيذيه هنا في الفيوم او الصحيه، وفي نفس الوقت قبل كل ده طبعا الرئيس السيسي. احنا حاليا دلوقتي فاتحين حساب. تمام. بس الحساب لو لميت تبرعات سنه والتانيه مش هلم التالته، ظروف الناس اصلا مش كويسه. والعلاج غالي، فالمفروض العلاج يبقى على نفقه الدوله. المفروض يعني احنا كفايه، احنا مش احنا بس، احنا اهالي مرضى ضمور العضلات الشوكي بنعاني. يعني المفروض اقل حاجه بقى العلاج يبقى موجود الدوله، يعني ان هي توفر لك الدواء. ايوه طبعا.
الرئيس السيسي كذا في كذا اجتماع قال انا استحاله اشوف امه بتستغيث وما لبستش الاستغاثه. احنا بنستغيث بيه، احنا مش كتير يعني، الاطفال دي كل طفل كل اسبوع طفل بيموت، وخاصه ان عندك ده تاني حاله، يعني تاني حاله في اولادك، يعني تاني بنت. ايام حبيبه كان لسه العلاج ما نزلش، ايام صفا العلاج موجود بس ما اتصرفش، وهو موجود بس ما اتصرفش. ايام حبيبه؟ لا ايام حبيبه ما كانش لسه العلاج نزل، ايام صفا موجود حاليا دلوقتي موجود، والمبادره شغاله بس شغاله من يوم لحد 6 شهور حقني بس. طيب وبعد السنتين؟ وبعد السنتين بقى في ناس رفعت قضايا واتحكم لها وخدت العلاج، وفي ناس اللي هو انا علشان خاطر اعالج ابني ارفع قضيه، او ارفع قضيه علشان اعالجه وعلشان خاطر اخد له حق من حقوقه اللي هو العلاج الدواء، اقل حاجه اقل حاجه عشان ازاز الدواء. ايوه غريبه، انا الموضوع ده لا غريب والله. شويه يعني. والقضيه بتاخد سنين يعني، مش وده مثبت اكيد في وحدات الصحه، في مكاتب الصحه، ان دي طفله عندها كذا ايوه طبعا طلع لها قرار، طلع لها قرار، وفي نفس الوقت ليها في الكراسه بتاعتها اللي هي بتاخدها بتاع الصحه، ان هي دي لها يعني مشاكل صحيه خاصه، وبتاخد على اساسها جرعات كمان حتى طبعا. هو اصلا القرار اللي طلع من التامين، طلع من التامين. انا والله الواحد مستغرب، والعلاج موجود في مصر من زمان. هي اسمها صفا ايه؟ صفا محمود شعبان. صفا محمود شعبان. باذن الطفله الثانيه لوالدتها ولوالدها بالتحديد اللي عندها نفس المشكله ونفس الازمه، اللي هي ولدت بدون خلايا جذعيه وتحتاج لنفاح شوكي طبعا، عشان هي مرت عدت السنتين طبعا، صعب جدا يتعامل هتفضل كده طول عمرها، هي محتاجه بس ازازه دواء كل 17 يوم. التوتال السنوي بتاع الدواء ده مليون، وقلت ب 300، قلت مليون جنيه و300. طبعا صعب على اي اسره مهما كانت ان يكون معاها المبلغ ده، صعب يعني الاسره، اي اسره بسيطه اللي هي في القرى. فده يعني والدتها بتناشد السيد الرئيس، وبتناشد وزير الصحة، وبتناشد التأمين الصحي، بتناشد أي أب وأي أم وأي مسؤول رحيم عنده أولاد، إن هي نفسها طفلتها التانية تعيش، لأن هي تفضل طول عمرها كده عايشة على إزازة الدواء. إزازة الدواء دي كل 17 يوم ب 55,000 جنيه، علشان خاطر تصرف لها ازازه الدواء دي محتاجه ان هي ترفع قضيه على التامين الصحي والصحه، علشان تثبت ان لها بنتها لها الاحقيه ان هي تاخد علاج، ان هي تاخد تصرف لها علاج. فده باي حق يعني الطفل الذنب، يعني الطفله دي ذنبها ايه؟ صح؟ هتروحي الحضانه ان شاء الله. ماشي؟ وبكده كنا هنا اللقاء معاكم، على ان يتجدد اللقاء مرة ثانية بإذن الله في لايف آخر.